أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا التحدي المثير وفي هذا الانطلاق الرائع مع الأشواط الإضافية، شوط خاص بالفطامين الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع، نسير بصدارة هذا الشوط. نتابع البداية والفارس اللي قاد المجموعة الحميد بن مطوع بن مشعب الظاهري ينطلق يندفع بين ناموس هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني شاهين لراشد بن حارب بن محمد الخاصوني الاجتبي، وعلى مستوى المركز الثالث ياتي شاهين لاسماعيل محمد عبد الرسول الزجالي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع نتابع ايضا شاهين لراشد بن حارب بن محمد الخاصوني الاجتبي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسه المتقدمه بهذا الاداء المثير وبهذا الانطلاق المتميز. نعود مع الصداره، وارى هناك الفارس اللي باعد المسافه، يا الشوط الفارس انطلق بهذا الاداء المتميز. حميد بن مطوع بن مشعب الظاهري يقدم الفارس بهذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني شاهين لاسماعيل محمد عبد الرسول الزجالي، وعلى مستوى المركز الثالث والرابع ياتي ايضا شعار راشد بن حارب بن محمد الخاصوني الاكتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن الفارس يباعد المسافه بدون اي اوامر بدون اي تعليمات، يقدم احلى عروضه وانطلاقاته الصباحيه الجميله والرائعه، ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار حميد بن مطوع بن مشعب الظاهري، ينطلق يندفع بهذه التحديات الرائعة. تهانينا لمالك الفارس، والسلامات تتجه للظاهري بهذا الأداء الجميل. تهانينا لحميد بن مطوع بن مشعب الظاهري، وسلام للعين سلام. اسعدت صباحا ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني ياتي بشعاره حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، المركز الثالث والرابع شعار راشد بن حارب بن محمد الخاصوني الاجتبي. دقيقتين 9 ثواني هو توقيت الفارس. تهانينا لحميد بن مطوع بن مشعب الظاهري، والسلامات لأهالي العين.